بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل منهج Molecular Symmetry، وده الجزء الخامس من المنهج. والمثال اللي هنبدأ بيه النهاردة هو C2H4، وطبعا المركب ده بلانر، فانتوا هتلاحظوا ان بسهولة جدا نقدر نحط Axis of Rotation يمر بالكربون كربون بوند. تمام، طبعا لما نعمل دوران حوالين هذا المحور علشان يكون دوران سليم، فلازم الاتش اللي فوق تلف وتيجي مكان لتحت، واللي تحت تلف من ورا الشاشة وتيجي مكان لفوق، فالدوران بتاعنا لازم يكون 180 درجة. فاحنا عارفين ان هيكون عندنا C2 في الاتجاه ده. تمام، فلو رمزنا لكل اتش بأرقام، خلينا دي H1 مثلا، دي H2، H3 و H4، فلما نعمل روتيشن C2 هتيجي ال H1 مكان ال H2، والتالتة هتيجي مكان الرابعة. تمام، هل نقدر نحط اي روتيشن اكسس تاني داخل هذا المركب؟ طبعا نقدر نحط روتيشن اكسس يمر في نص المركب ويقطع بين التو كاربونز. وفي الحالة دي طبعا لما ندور 180 درجة حوالين هذا المحور، هون هتيجي الهيدروجين رقم 3 مكان الهيدروجين رقم 1، والهيدروجين رقم 4 هتيجي مكان الهيدروجين رقم 2. تمام، يعني التو هيدروجينز اللي على اليسار هيلفوا من فوق سطح الورقة ويجوا مكان اللي على اليمين، واللي على اليمين في نفس التوقيت هتلف من ورا الورقة وتيجي على اليسار. المحورين دول موجودين على سطح الورقة، تمام، على نفس البلين بتاع المركب بتاعنا. هل في محور تاني نقدر نحطه في نفس المركب ده؟ طبعا في محور هيكون بين التو كاربونز وهيكون خارج بره الورقة في اتجاهنا احنا، يعني متثبت في المركز وخارج في اتجاهنا بالظبط. تمام، فالمحور ده لما ندور حواليه 180 درجة، الكربون اللي على اليمين بالتو هيدروجينز بتوعها هيلفوا كلهم 180 درجة عشان يجوا على اليسار. فالاتش رقم 2 هتاخد الموقع بتاع الاتش رقم 3، والاتش رقم 1 هتاخد الموقع بتاع الاتش رقم 4. فاحنا عندنا هنا 3 من السي 2 اكسس متعامدين على بعض. عشان تفرق بين الاكسس المختلفة، يعني لما يكون عندك 3 من السي 2 اكسس والتلاتة في مواضع مختلفة، فلازم تقدر تفرق ما بينهم. من ضمن الطرق اللي بنفرق بيها ان انت تستخدم ال XYZ direction. فهتلاقينا دايما احنا بنستخدم طريقتين، اللي على اليسار دي انت متعود عليها في الرياضيات وفي الكيمياء، ان ال X axis بيكون يمين وال Y عمودي عليه، وال Z طالع من سطح الشاشة. احنا احيانا بنستخدم هذا الوضع بالظبط، واحيانا بناخد الاكسس دي وندورها بحيث ان احنا نخلي الاكس والواي هما اللي هيروزونتال، مرتكز عليهم الثلاث قوائم مرتكزين على الاكس والواي، ونخلي الزد هي فيرتيكال. فبنستخدمه بالشكل ده، بيكون الاكس في هذا الاتجاه والواي في هذا الاتجاه والزد هي الفيرتيكال. وطبعا الاتجاهات دي بيكون الموجب، تمام، بتاعت زيادة الاكس في الاتجاه ده موجب، وزيادة الواي في الاتجاه ده موجب، وزيادة الزد موجب، وفي الاتجاه المعاكس هيكون بالسالب. تمام، فانت لما تيجي ترسم اي مركب، يا اما انت هتوضح بنفسك الاكس والواي والزد بتوعك فين على المركب، او ان المحاضر اللي بيحاضر هيوضح لك هو مستخدم انهي نوع من الاحداثيات. هل هو مستخدم الاكس والواي في البلين والزد هي اللي طالعه في اتجاهك، ولا مستخدم الاكس والزد هي اللي في البلين والواي هي اللي خارجه؟ فاحنا الى الان هنستخدم اللي على اليسار، بحيث ان الاكس هتكون في الاتجاه اليمين والواي هتكون الى اعلى والزد هي اللي خارجه من الشاشه. واذا استخدمنا النموذج الاخر فهننبه عليكم اثناء الشرح ان شاء الله. فلما نرجع للمركب بتاعنا، ادي المحاور بتاعتنا الاكس والواي والزد. فهنلاحظ طبعا ان التلات محاور متعامدين على بعض بزاويه 90 درجه، والمحاور السي 2 اللي احنا طلعناها على المركب هي كمان متعامدة على بعضها بزاوية 90 درجة. فاحنا نقدر نعبر عن السي 2 اللي ماشية في اتجاه اليمين دي انها سي 2 اكس ماشية في اتجاه محور اكس، والسي 2 الاخرى العمودية عليها ماشية في الاتجاه واي، فنقدر نعبر عنها بسي 2 واي، والسي 2 التالتة ماشية في الاتجاه زد، فنقدر نعبر عنها بسي 2 زد. فكده احنا ميزنا الثلاث محاور عن بعض باستخدام الاكس واي زد اكسس. بعد ما عرفنا ان في ثلاث محاور C2 Rotation Axis في المواضع اللي احنا شاورنا عليها لهذا المركب، هل في اي Planes of Symmetry؟ هل في اي سيجما موجودة في المركب؟ طبعا في، نقدر نحط Plane of Symmetry يقطع المركب الى جزئين ما بين الكربون كربون، نقطع بالبلين. تمام،
بشكل vertical، وفي البلين اللي بيضم كل الاتومز مع بعضها اللي هي المولكيولار بلين، موجود ايضا المركب. فمركب زي ده عنده اكتر من symmetry element، بس احنا يهمنا دلوقتي التركيز على الاكسس اوف روتيشن. ولما نتقدم ان شاء الله في المنهج اكتر هنتكلم على جميع symmetry elements الموجودة في اي مركب بندرسه بالتفصيل ان شاء الله. فلو حبينا نشوف المركب وهو بيدور وجينا نعمل دوران حوالين الاكس اكسس C2X اللي احنا شاورنا عليها من شوية، فنلاقي المركب بيدور بالشكل ده. تمام، الاتش اللي فوق لفت وجات مكان اللي تحت في نفس التوقيت، اللي تحت بتلف وتطلع مكان اللي فوق، واللي على اليسار بيعملوا نفس الدوران في نفس الوقت، الجميع بيدور في نفس الوقت عن طريق المحور اللي احنا ثبتناه على الكربون كربون بوند. تمام، لو شفنا الدوران في اتجاه الواي هنلاقي اللي على اليمين التو هيدروجينز اللي على اليمين لفوا مع بعض في نفس التوقيت وجم مكان اللي على اليسار. تمام، والكربونة طبعا لفت معاهم عن طريق ال C2Y اللي احنا وضحناه من شوية. ولو شفنا دوران عن طريق ال C2Z اللي هي خارجة في اتجاهنا، محور عمودي على هذه المنطقة وطالع في اتجاهنا احنا، ونعمل دوران 180 درجة، فهيكون دوران بالشكل ده، ان الكربون اللي على اليمين بتلف على سطح الشاشة في نفس البلين، بتاخد هي الهيدروجينز بتاعتها وبتلف 180 درجة وتيجي تاخد مكان الكربون اللي على اليسار بالتو هيدروجينز بتاعتها زي ما هو باين قدامكم. تمام، المثال اللي بعد كده هو المركب اللي احنا اشتغلنا عليه كتير قبل كده، BTCl4، وطلعنا فيه قبل كده planes of symmetry كتيرة، planes of reflection اللي هي سيجما، وطلعنا فيه inversion point. النهاردة هندور على هل يوجد اي axis of rotation في هذا المركب، هل في اي مكان نقدر نحط فيه axis of rotation وندور بزاوية دوران معينة فيرجع المركب لصورته الأصلية اللي احنا بدأنا بيها. طبعا لما نبص المركب زي ده احنا بسهولة هنعرف ان احنا نقدر نحط axis of rotation في الاتجاه ده ويكون زاوية الدوران برضو بتاعته 180 درجة. تمام، طبعا زي ما هو واضح قدامكم لما نحط C2 في الاتجاه ده يمر، طبعا احنا حطينا على الكلور ارقام عشان تقدروا تفهموا اثناء الشرح احنا بنشاور على انهي كلور بالظبط. فلما نحط محور يمر بالسي ال 1 والبي تي والسي ال اللي رقمها 4، المحور ده هيكون الدوران بتاعه C2، الدوران بتاعه 180 درجة، فهتيجي الكلور اللي رقمها 2 تلف من فوق الشاشة وتيجي مكان كلور رقم 3، و3 هتلف من ورا الشاشة وتيجي مكان 2. تمام، بعض الأخطاء اللي بيقع فيها الطلبة اللي لسه جداد في المنهج ان يجي يحط محور زي ده في الاتجاه ده وبعدين لما يجي يبص المركب مرة تانية يروح حاطط في نفس البوزيشن محور بس حاطط السهم من الناحية التانية. تمام، ويقول ادي C2 التانية الموجودة عنده، ده مش محور تاني، ده نفس المحور اللي انت بتتكلم عليه، ما ينفعش يجي تحط محور بالشكل ده وبعدين تيجي تقول لي احط محور بالشكل ده كمان، انت حاطط في نفس البوزيشن. تمام، فالمحور مر خلاص بالثلاث ذرات دول احنا حسبناه كمحور دوران، ما ينفعش تحط في الاتجاه المعاكس وتقول ده كمان محور دوران، هو محسوب اوريدي بما انك حسبته في المرة الاولى. تمام، هل المركب يحتوي على اي مكان تاني نقدر نحط فيه axis of rotation؟ طبعا المكان المقابل اللي هيمر بالكلور رقم 2 والبي تي والكلور رقم 3 هنحط فيه محور دوران، وبالتأكيد هيكون برضو دورانه 180 درجة، هتيجي الكلور رقم 1 مكان كلور رقم 4. هل في مكان تاني نقدر نحط فيه axis of rotation في المركب بتاعنا؟ طبعا في مكان نقدر نثبت محور يمر بالبي تي فقط ويدور 90 درجة، احنا عارفين ان المركب ده سكوير بلانر، فالزوايا بين البوندز هنا 90 درجة. تمام، بين كل تو بوندز، يعني البي تي مع السي ال 1 دي بوند، والبي تي مع السي ال 3 دي بوند تانية، الزاوية ما بين التو بوندز دول هي 90 درجة، والزاوية هنا 90 درجة، والزاوية هنا 90 درجة، وهنا 90 درجة. تمام، فاحنا لو حطينا محور يمر بالبي تي ويكون زاوية الدوران بتاعته 90 درجة، السي ال رقم 1 هتلف 90 درجة وتيجي مكان سي ال رقم 2، رقم 2 في نفس التوقيت هتكون بتدور 90 درجة وتيجي مكان رقم 4، رقم 4 بتدور وتيجي مكان رقم 3، رقم 3 بتيجي مكان رقم 1. وهنا بنيجي الملحوظتين ضروري انبه عليكم فيها،
ان لما يكون عندكم اكسس اوف روتيشن مختلفه، تمام، يعني هنا عندنا C2 C4 او في اي مركب تاني فيه كذا نوع من السي ان، فالسي ان اللي ليها هايست ان دي اللي بناخدها انها البروبر اكسس اوف روتيشن، يعني المحور الدوران الرئيسي بتاعنا. والقاعده الثانيه ان لما يكون عندك محور دوران رئيسي اللي هو له الهايست ان زي في الحاله دي السي 4 هي البروبر اكسس اوف روتيشن، ولقينا في المركب بتاعنا سي 2 اي اكسس اكتشفناه ان هو سي 2 بيربنديكولار على السي 4 بتاعنا او على البروبر اكسس اوف روتيشن بتاعنا، فهيكون عندنا ان من السي 2 دهيت. يعني في الحاله اللي قدامنا احنا لقينا ان في عندنا محور سي 2 احنا اكتشفناه وعندنا سي 4 كبروبر اكسس اوف روتيشن، طالما السي 2 عمودية على السي 4 فاحنا عندنا 4 من السي 2 دهيت، عندنا 4 من السي 2 موجودة داخل المركب. طب لما نبص المركب بتاعنا احنا اكتشفنا مكان 2 فقط من السي 2، واحدة بتمر بالسي ال 1 والبي تي والسي ال 4 والتانية بتمر بالسي ال 2 والبي تي والسي ال 3، فين المحورين التانيين على المركب؟ تمام، احنا في بعض المركبات ممكن ما نقدرش نشوفهم بس احنا هنكون متأكدين انهم موجودين، لكن هنا احنا هنشوفهم. طبعا احنا لسه منبهين ان ما ينفعش تيجي على نفس المحور وتحط السهم بالمقلوب وتحسبه كأنه محور تاني، ده خلاص اتحسب انت عديته. فين المحورين التانيين؟ المحورين التانيين هيجوا هنا، ده اول محور، محور هيكون بيمر بالبي تي وبايسكتنج بتوين السي ال 1 والسي ال 2 زي ما هو باين قدامكم. فلما نيجي نعمل سي 2 روتيشن هندور بزاوية 180 درجة، فالسي ال 1 هتيجي مكان السي ال 2 والسي ال 3 هتيجي مكان السي ال 4، والمحور ده برضو على نفس البلين بتاع المركب، يعني السي 2 هنا والسي 2 هنا والسي 2 اللي احنا لونها بالاحمر كلهم على سطح المركب، كلهم على نفس البلين، السي 4 فقط هي اللي عمودية عليهم خارجة من البلين في اتجاهنا، والسي 2 تاني هيكون برضو على البلين وهيمر بالبي تي وهيمر من المكان ده، هيكون بايسكتنج بتوين السي ال 1 والسي ال 3. فلما نعمل دوران ب 180 درجة حول هذا المحور ال 2 سي ال اللي على اليمين سي ال 1 والسي ال 2 هيلفوا 180 درجة ويجوا مكان اللي على اليسار، فالسي ال 1 هتيجي مكان سي ال 3 وسي ال 2 هتيجي مكان السي ال 4. وهنبتدي نميز ما بين الاكسس وبعضها بان الاكسس اللي هيمر بالاتومز التيرمينال اتومز مع السنترال اتوم هنرمز له بالرمز C2 برايم، نحط فوقيه شرطة صغيرة، تمام، واللي هيمر بايسكتنج بتوين الاتومز هنسمي نرمز له بالرمز C2 دبل برايم، فنحط فوقيه شرطتين كنوع من التمييز للمحاور عشان نعرف نوصف بالظبط المركب بشكل صحيح. فلو حبينا نشوف المركب بتاعنا وهو بيدور فادي البي تي في النص والسي ال الاربعة سي ال تيرمينال اتومز، وهنيجي نشوف السي 4 كنا قلنا ان هو محور هيكون مار بالبي تي فقط، وزاوية الدوران طبعا هتكون 90 درجة يعني 360 على 4، فاحنا هيكون عندنا السي ان بتاعتنا هنا هي سي 4. فلما نشوف الدوران بتاع السي 4 هنلاقي ان زي ما هو باين قدامكم، تمام. لو جينا نشوف الدوران الخاص بالسي 2 برايم فكنا قلنا في محور هيكون يمر بالتو كلور دولة مع البي تي وفي محور هيمر بالتو كلورز التانيين مع البي تي، فادي اول محور متثبت هنا، فالكلور اللي على اليسار جت مكان اللي على اليمين دوران 180 درجة، والمحور التاني متثبت هنا فالكلور اللي فوق هتدور وتيجي مكان اللي تحت، تمام، واضح. وكنا قلنا ان في سي 2 دبل برايم بايسكتنج بتوين الكلور اتومز، في سي 2 هنا وفي سي 2 هنا، فهنشوف اول واحد المحور اللي كان هنا، فالكلور تو كلورز دول بدلوا موضعهم وجم مكان التو كلورز دول، وهنا طبعا في محور تاني وهنشوف الدوران بتاعه، وضحت، تمام. هنكمل الأمثلة على الـ CN إن شاء الله في الفيديو اللي بعده، وهنتكلم عن الـ improper axis of rotation.